سجلت نسبة التوظيف بالولايات الجنوبية ارتفاعاً محسوساً قدر ب 33% خلال هذه السنة. هذا ما أكده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، مشيراً إلى أن دائرته الوزارية قد وضعت خدمة إلكترونية من أجل التحقق ومراقبة جميع التنصيبات المحققة خاصة بالجنوب. كي نجيو نشوفوا الارقام نلقاو باللي التشغيل في الجنوب راهو زاد مقارنه بين سنة 22 وسنة 23 زاد ب 33%، التنصيب زاد ب 33%، فهذا يعني مكسب ماذا بينا يعني نثمنوه مقارنه يعني هي بعد المرحله تاع الكوفيد تاع الاثار الناجمه عن الكوفيد وكذلك الركود الاقتصاد العالمي. المدونة الجزائرية للمهن والوظائف التي تم المصادقة عليها مؤخراً من طرف الحكومة ستضمن الشفافية في إجراءات التوظيف لأنها تحمل شروطاً موحدة في قبول طالبي العمل على مستوى كل القطاعات، وهذا ما سيساهم في الحد من ممارسات البيروقراطية التي يسجلها قطاع التوظيف بالجزائر خاصة بالولايات الجنوبية ولتفادي جميع الشبهات السابقة. المدونة الجزائرية للمهن تم المصادقة عليها مؤخرا في لقاء الحكومة، هذه المدونة اللي راح يعني فيها إحصاء جميع المهن بمقاربة يعني المهنة مش بمقاربة الشهادة، وفيها شروط وفيها ليفيش دو بوست وفيها كذا، هذه راح تكون مؤشر مليح لينا احنا في الرقابه، وحتى باش الشروط التعجيزيه للدخول للمناصب راح تكون تقريب شروط موحده. ولضمان اكبر للشفافيه والمتابعه الانيه، تم استحداث ارضيه رقميه تعمل على تسهيل وتبسيط العمليات الاداريه بين مصالح الوكاله الوطنيه للتشغيل وبين الهيئات المستخدمه او ما يعرف بالمخطط الحلزوني لفائده أبناء الجنوب. هذا المخطط يعني الذي يعطي فرصة أكبر لتوظيف أبناء الجنوب في مختلف الشركات الاقتصادية العمومية أو الخاصة سواء الأجنبية أو الجزائرية. يعتبر ملف التوظيف بالولايات الجنوبية من بين الملفات الثقيلة والتي لطالما كانت من بين أبرز المشاكل التي تم التطرق إليها، إلا أن السنوات الأخيرة سجلت خطوات في فك شفرة هذا الملف الذي أسال الكثير من الحبر.